طب قول لي بقى، الولد بعت الشاب الجميل ده، بعت الجواب لفين؟ احكي لي القصه. الشاب الجميل دوت من حركة تحيا مصر، كان حركة صغيرة منبثقة منها اسمها بإيدينا هنبنيها، وبعت لسيادة الوزير. معالي الوزير اهتم جدا بالموضوع وبعت لنا تكليف ان احنا نعمل له العربية الصغيرة دي. فاحنا عملنا له النموذج الاولاني اللي هو كان من الخشب، من المتبطن بالخشب. يعني انا النموذج الاولاني اللي كنت فيه ده خشب. ايوه. امال ده ايه؟ صح؟ ده ستانلس ستيل. ستانلس ستيل. مختلف. هو معمول تحس كده ان انا واقفه في مطبخ حديث. أيوة. يعني عارف ازاي؟ زي ما يكون ايه، ست البيت عندها مطبخ قديم شويه، ست البيت لسه عامله شقتها، عامله مطبخ حديث. يعني ده الحقيقه احنا بنتعاون مع صندوق تحيا مصر. حتى الاضاءه مختلفه طبعا. يعني حتى نوعيه الاضاءه مختلفه عن التاني. طبعا دي لمبات ليد. التاني كان لمبات عاديه، لان احنا عملناه من سنتين فعلا. وصندوق تحيا مصر تولى هذا الموضوع، هو اللي بيدي التعليمات والارشادات للتصميم والتنفيذ. واحنا المنفذين. يعني تحيا مصر عندها ناس بتنفذ الشكل الداخلي، وبتيجي لمصنع 200 حربي هو اللي يقوم بتنفيذ التصميم ده. مظبوط يا فندم؟ لا، يعني هو مش عندها ناس، هو عندهم مقترحات وافكار واحنا بنصيغها ونطبقها. يعني مهندسين مصنع 200 حربي هم اللي بيعملوا الكلام. طبعا ده طبعا. يعني ما يجيش مثلا شاب يقول لك لا انا عايز مطبخي بالشكل المعين او العربيه بتاعتي بالشكل المعين مش بالشكل ده، ولا هو اسطمبه واحده هي بتنزل؟ لا ما عندناش قيود، لان كل واحد هيبقى بيعمل مشروع معين. مش معقوله واحد عاوز يعمل فول وطعميه هيعمل نفس المعدات والادوات والتجهيزات بتاع واحد عاوز يعمل بيتزا وعاوز يعمل كريب والحاجات دي. فاحنا ممكن نعمل له اللي هو عاوزه لكل شاب، بس بيتقدم لتحيا مصر بمقترحاته واحنا بننفذ اللي هم عاوزينه. بس العربيه القديمه كان فيها قدره فول، وكان فيها كريب، وكان فيها جريل. كل حاجه دي مش كده. دي لا دي متخصصه شويه. متخصصه.